فضيلة الشيخ، ما حكم إعادة صلاة الكسوف أكثر من مرة؟ القول الراجح أنها لا تعاد، لأنها إنما وقعت واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان ينظر، إذا كان الكسوف يسيرا وبدأ ينجلي يخفف، وإلا يطيل الصلاة. فإن قال إنه أطال الصلاة ثم إنه سلم ولم ينجل الكسوف، قلنا له ادعو، استغفر الله، اذكر الله، كبر كما جاء في الحديث. نعم.